عن أبي هريرة رضي الله عنه عن نبينا عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد، ركزي أخيه مع هذا الحديث، ما منكم من أحد إلا وله منزلان، سبحان العادل، منزل في الجنة ومنزل في النار، فإذا مات فدخلت النار ورث قصرها غيرها. حديث أقض مضجعي فلم أنم، وأذرف دمعتي من حرقة الألم، كم تقلبت وكم فكرت، وطال تفكيري بتلك الأخت الغالية التي سيسكن قصرها غيرها، ويستمتع بفروشها غيرها، وسيأمر خدمها غيرها، تلك الفتاة التي ما قصر عنها ربها، أنعم عليها بسمعها وبصرها، وأكمل لها حسنها وخلقها، ثم أمرها بما ينفعها ونهاها عما يضرها، أمرها بما ينفعها ونهاها عما يضرها، زين جنة لنزولها، أمر ببناء قصرها، وأجرى من تحته أنهارها، وأنبت على شواطئها أشجارها، الولدان والخدام ينتظرونها، والملائكة الكرام حافين بالقصر يرتقبونها، فسبحان من أمرهم بالسلام عليها حتى إلى قصرها يزفونها. نعم هم ملائكة خلقوا من نور وهي من طين، ولكن أمرهم سبحانه أن يتهيأوا يرتقبونها، التاج لها أعد، والموارد بكل ما تشتهيه تمتد، فإذا بالضعيفة المسكينة، فإذا بالضعيفة المسكينة تتنكب عن سبيلها، وتقوم خصمة لربها، كشفت الزينة التي أمرت بسترها، واستمعت الأغاني التي أمرت بهجرها ربها، ينظر إليها ويحلم ويزيدها من النعيم ويكرم، فإذا بها تغتر بستره عليها، اشترت لعنته بشعرات نتفتها من حاجبيها، لبست البنطال وتشبهت بالرجال، فحلت لعائنه عليها، باعت حرير الجنان، باعت حرير الجنان بعباءة رخيصة على كتفها، فيا لخسرانها، فاستحقت بعصيانها بدلا عن الجنة نارا، وعن أساور الذهب قيودا وأغلالا، وعن شراب السلسبيل حمما من الصديد، وماء يسوي الوجوه جزاء وفاقا، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. فلو رأيتها بعد ذلك الكبر والغرور، وهي تحشر على وجهها يوم البعث والنشور، تحشر مع من أحبتهم وتشبهت بهم من الغرب، وأهل الطرب والتبرج والتفسخ والسفور، فما أذلها وأحقرها حينئذ، قال ربنا جل وعلا: أذهبتم طيباتكم في حياتكم الدنيا واستمتعتم بها، فاليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تستكبرون في الأرض بغير الحق وبما كنتم تفسقون. تتعرض إلى لعنات ربها بالليل والنهار غدوا وعشيا.